منطقة تسمى الفتيحة العنبريون تابعة لولاية الأردن محافظة جبل الملح. اتزوجت حمد النيل سنة 98 في 71/1/98. أول طفل أنجبته محمد حمد النيل كان يوم 17/10/98. ثاني بعد ذلك سلوى حمد النيل يوم 1/1/2002. ثاني أخيرا السيد آصف حمد النيل موجود يوم 2/8. ده طبعا اتولد بعد ما أبوه احتغم بعد شهرين. أبوه سافر يوم 2/6/2004. يلا ضرب لي من المطار في سوريا، قال لي خلاص أنا حاليا متوجه للسعودية، هركب الطيارة همشي أعمل حد يومين فقط وأجي السودان. اليوم الأول مضى، اليوم الثاني مضى، بقيت الأيام تمشي يوم في يوم، يوم في يوم، شهر في شهر. يعني عدينا حكاية بتاعت 7 شهور إحنا لا عارفين حي ولا عارفين ميت. قلق 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 كده ما تتخيلي، لحد ما عدت 7 شهور كده أو مرافق 8 شهور قام اتصل علينا شخص سعودي قال إنه عنده قريبه مشتغل في سجن المدينة، قام مشى له زيارة. قام حمد النيل زوجي أحطاه ورغمنا حق البيت، قال له ديل أسرتي اتصل عليهم يقول لهم إنه أنا مشتغل في السعودية. والله حسب كلامه لي الذكر له قال إنه مجرد اشتباه إنه تم لتنظيم القاعدة، حتى قال له ما في دليل، ما في إثبات، ما في حاجة لحد الآن ساعدة. حتى فترة كده ما بيحققوا معه وفترة يقوم يحققوا معه، ولحد الآن ما تقدم لي محاكمة وما ثبتت عليه تهمة. والله طبعا الوضع طبعا صعب فظيع جدا، بالذات يعني إنه هو كان زول العائلة الوحيد للأسرة بالإضافة لي أنا وأولادي الثلاثة. عنده والدينه، عنده أخوه الكبير مريض، والدينه كبار جدا، يعني هو كان زورة الوحيدة اللي بنقوله. والله السلطات السعودية أنا بطلب منها إنه يعني أنا زوجي لو عمل لو ثبتت عليه تهمة إنه يحاكمه، وإلا فليطلبوا صراحة لأنه إحنا بجد محتاجين له. يعني ما ممكن كده طبعا، لأنه بالنهاية دي أسرة ما معروف اللي قدام يحصل شنو، يعني بتتشتت بتضيع، يعني بدل زول واحد بينا ممكن احنا اسره كبيره يعني فقدت العائله ليه، فهي حد منهم يا اما تنطلب لينا على الاقل كان يعني يوفر لنا راتب شهري بما انه هم مسكوه احنا ما عندنا زول غيره، على الاقل يعني يوفر لنا راتب شهري